أهلا بكم مشاهدينا الكرام معكم أميرة يحيى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الأميرة غبت عنكم فترة طويلة ورجعت لكم كالعادة بموضوع قوي جدا كعدد حلقاتنا القوية اللي بنخصص فيها مجموعة كبيرة من المشاكل اللي نقدر نتكلم عليها نقابة المحامين وماذا يحدث بداخلها يجعلها علي صفيح ساخن كواليس النقابة وحالة الانشقاق وحالة التفرقة ما بين أعضائها اللي هو المفروض يكونوا على قلب رجل واحد طب إيه الأسباب في المشاكل دي؟ وكمان إيه مطالبات وطلبات المحامين اللي بيطلبوها من نقيب المحامين الحالي عشان يقدروا ياخدوا حقهم المحامي هو اللي بيجيب حقوق المواطنين كيف يتسنى للمحامي أن يدافع ويأتي بحق مواطن والمحامي نفسه حقه ضايع يشرفنا ويسعدنا النهارده ان يكون معنا المستشارين بمجلس الدوله المستشارين بالقضاء العالي ومجلس الدوله والمحامين سوري المحامين المحامين ضيوف حلقتنا النهارده المحامين بالاستئناف العالي ومجلس الدوله واعضاء اتحاد المحامين العرب المستشاره زينب الديب والمستشار محمد عبد الفتاح طايع والمستشار حازم البكري اهلا وسهلا بحضرتك المناصب لخبطتني والموضوع قوي جدا 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 المحامي في مصر شخصيه المحامي قبل ما ابدا عن شخصيه المحامي وهل هو عارف ياخد حقه ولا حقه مهدور هسال حضرتك طبعا ابدا حبي. مع حضرتك النقابه دلوقتي اللي بيحصل فيها واللي احنا عمالين نشوفه من حاله الانشقاقات وحاله حاله التفرقه ومع وضد ايه اسبابها؟ والله هو أنا طبعا سعيدة طبعا أنا مع حضرتك النهارده ومع زملائي بس الموضوع ده شائك وكبير قوي بصراحة حتة بس حضرتك بتتكلمي عن المحامي وحقه الضايع للأسف هي دي الرسالة اللي بقت متصدرة المشهد إن المحامي دلوقتي حقه ضايع أنت أنت محامي ومش عارف تاخد حقوقك محامي وشوف النقيب بتاعك بيتعامل معاك إزاي دي بقت الكلام اللي احنا بنسمعه من العام من مهم. العامه فدي حاجه مضايقانا احنا رجال قانون آه وبنجيب حقوق الناس زي ما حضرتك قلتي فصعب ان احنا مش ان احنا ناخد حقنا لا ان احنا اصلا نسمع الكلمه دي آه باختصار آه المشكله اللي بتواجهنا دلوقتي ان بقت النقابه للاسف آه بتدار عن طريق الفيسبوك مهم. آه قرارات النقابه او النقيب العام آه بنشوفها على الفيسبوك آه بنشوف آه قرارات تأديب او احاله تأديب او اي مشكله او اي حاجه خاصه بالنقابه بتبقى على الفيسبوك فيسبوك يعني على العام للناس كلها واعتقد ده ما ينفعش آه مشاكلنا بقت على العام آه اي حاجه ممكن نتعرض لها سواء بالسلب او اللي جابه في الغالب بتبقى بالسلب آه بقت متداوله للناس كلها فدي اكتر مشكله احنا بنواجهها دلوقتي اتكلم مع حضرتك يا سياده المستشار وجدت الترحاب بحضرتك أه المستشار سنة. محمد عبد الفتاح طايا آه عايزه اعرف انت كمحامي بقالك قد ايه داخل نقابه المحامين العمر اكتر من 20 سنه اللي بيحصل واللغط اللي موجود وحاله الانقسامات والقيل والقال زي ما تفضلت سياده المستشاره زينب وقالت ان كل حاجه بتحصل في النقابه بقت مشاع ومباحه على الفيسبوك، راي حضرتك فيه ايه وحضرتك من زمن وباع طويل في النقابه. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو للاسف الشديد ان نقابه المحامين النهارده اصبحت تدار من خلال الفيسبوك زي ما قالت الاستاذه <applause> ده بالإضافة أن بعض المواضيع الشائكة داخل النقابة مه. أصبحت تدار من داخل الغرف السرية الغرف السرية بالضبط جملة قوية النهاردة فوجئنا طبعا كلنا آه بعد انتخابات 2020 مه. بحدوث بعض الكوارث داخل نقاط المحامين مه. وكان من أهمها في أول الأمر هو عودة بعض من المحسوبين على طيار الاخوان المسلمين الى نقابه المحامين <applause> والكلام اللي بنقوله ده بادله ثابته طبعا مش كلام عشوائي مش هنقدر ننكر يا يعني فندم لان الاخوان المسلمين زيهم زي اي طيار موجود فكر ومنهج في مصر ما اختلفناش احنا <applause> بنتكلم في قانون تمام <applause> النهارده في وقائع عندنا حصلت اول وقعة واقعه قيد هشام الكومي <applause> هشام الكومي شخصيه معروفه جدا <applause> مش عشان خاطر هو قيادي او تنظيمي داخل تيار الاخوان المسلمين فقط لغير. لا غير لا ده في حاجات تانية مم. هشام الكومي كان عضو مجلس نقابه محامين الجيزه في عهد الاستاذ حمدي خليفه نقيب فرع للجيزه تولى هشام الكومي عضو مجلس نقابه المحامين العامه في عهد الاستاذ حمدي خليفه مم. كان نقيب فرعيه الجيزه في عهد الاستاذ سامي عاشور يعني شخصيه معروفه واقعة الأستاذ هشام الكومي تمام هو محكوم عليه بأحد الأحكام هارب خارج البلاد فوجئنا كلنا بعودته رغم أنه طبقت عليه ضوابط الاشتغال من 2016 وتم إزالته من من جدول المحامين طبعا الموضوع في النهاية فوجئنا أن السيد النقيب العام وهو له منا كل الاحترام طبعا بعد التحقيق في الموضوع مع الموظفه المسؤوله ومع عضو المجلس اللي صرح بذلك ان الموضوع خلص بحسن نيه. طب يا معالي النقيب النهارده ده في حاجات تشكل واقعة جريمه جنايه. الموضوع ليه ما تمش احالته للنيابه العامه؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه فوجئنا برضو في واقعه الاستاذ هشام الكومي ان هو قام برفع دعوه قضائيه لإعادته إلى صفوف الجمعية العمومية للمحامين آآ قدم آآ أدلة اشتغال قدم شهادة تحركات رغم أنه معروف أنه خارج البلاد وشهادة التحركات دي بتفيد أنه ما زال داخل البلاد أنا عندي سؤال محضرة لأعداد محضر لي سؤال مهم جدا عن عودة المشتغلين والغير مشتغلين وهرجع لحضرتك تاني لأن حضرتك كده إيه دخلت في أكتر من حاجة مع بعض أصل مع حضرتك أرحب بحضرتك مرة تانية سيادة المستشار سيادة المستشار حازم البكري آه نفس سؤالي لان النهارده اسمحوا مش هيبقى مجرد طرح اسئله وكل ضيف ليه سؤال لا النهارده حلقتي وحتى احنا شايفين ديكور البرنامج مختلف صالون الاميره بطلع كل مره على أنتريه بس النهارده احنا في مكتب محاماه قضيه مهمه بنتكلم عن المحامين فالنهارده حلقتنا هتبقى حلقه نقاش مفتوحه يعني السؤال هيبقى موجه لحضراتكم جميعا مش لحد بشخص بعينه هرجع تاني لنقطه البدايه والاصل حالة الانشقاقات والاختلافات بداخل نقابة المحامين والمفروض حضراتكم على قلب رجل واحد سياسة فرق تسد وسياسة ان احنا نفرق ما بين دوت وده يبقى في حد حبيب وحد غريب حد مع حد ضد حد لو مش معايا يبقى ضدي شايفها حضرتك ازاي يا فندم؟ اولا مساء الخير مساء النور شرفتنا أه ونورتنا انا سعيد جدا اني طلعت مع حضرتك اشكرك من زوجك بداية احنا لو طلعنا فترة انتخابات النقابة العامة اللي تمت في مارس 2020 هتجدي أن أنا شخصيا كنت أحد أشد أنصار النقيب الحالي الأستاذ رجائي عطية وكنت أحد داعميه وده طبعا شيء مش خفي على حد النقيب العام يعلم ذلك وأعضاء مجلسه يعلمون ذلك وعموم زملاء المحامين برضو يعرفوا الحاجة دي بس أنا لما نصرت الأستاذ رجائي عطية انا لم انصره حبا لشخصه لان انا فكره الحب والكره دي انا لا اتعامل بها كمحامي عضو جمعيه عموميه انا نصرت الاستاذ رجائي عطيه بسبب ما حواه برنامجه الانتخابي من شعارات كنت انا اتمنى ان الاقيها على منفذه على ارض الواقع طيب. ما تبقاش مجرد شعارات لحصد الاصوات الانتخابيه طيب. يعني لو طلعنا مثلا النقيب الحالي الاستاذ رجاء عطيه لما كان في جميع مؤتمراته الانتخابيه كان بينادي بعده شعارات هقول لك على سبيل المثال كان النقيب الحالي بينادي بمبدا جماعيه القياده كان بينادي باعمال جماعيه القياده أنا هقولك يعني القياده ما تبقاش في الله شخص عليك واحد امر صورة بينكم هقول لك المبادئ اللي كان بينادي بيها وما حدث فعلا على ارض الواقع تمام كان بينادي بمبدا جمعية القياده في جميع مؤتمراته الانتخابيه كان بينادي باعمال نصوص قانون المحاماه كان بينادي بزياده معاشات المحامين كان بينادي برفع سقف العلاج كان بينادي بكرامه المحامي كان بينادي بالمعاناه التي يتعرض لها شباب المحامين وايه هي الحلول والاليات للخروج من المعاناه دي طيب نجح الاستاذ رجاء عطيه واصبح نقيبا للمحامين في 18 مارس 2020 مم. لو سلطنا الضوء على امر او امرين من هذه الشعارات اللي كان بينادي بها اثناء حملته الانتخابيه ولنتحدث مثلا عن جماعيه القياده طبعا جماعيه القياده انت حضرتك قلتي جماعيه القياده المقصود بها ان المجموعه هي التي تدير وليس الفرد او الشخص صح مم. مم. برضه عشان ابسط الامور وعشان احنا البرنامج بتاع حضرتك فيه غير محامين بيتفرجوا على البرنامج فعشان يبقوا فاهميننا بيقول ايه كنت لسه هطلب آه. من حضراتكم ان احنا النهارده نحاول نبسط <applause> لان المشكله مش تخص محامين هي المشكله, المشكلة بتخص المشكله المشكله تخص شخصية المجتمع المجت... كله بالظبط لان حضرتك كمحامي ازاي تقدر انا كمواطن اقدر اجي لحضرتك وانا شايفه ان المحامي نفسه زي ما حضرتك أنا... قلتي على السوشيال ميديا تحقيق مع إن لا موضوع السوشيال ميديا ده احنا هنتطرق ليه جزئيه واحده موضوع كبير بس آه موضوع انا لازم ميدي. عايزه اوضح للساده المشاهدين ان دي مشكله مش بتخص المحامي لوحده لا هي احنا عشان كده عايزين نتكلم ببساطه عشان غير المحامين اللي بيتفرجوا علينا يبقوا فاهمين احنا بنقول ايه تمام احنا في مارس 2020 لما اجريت انتخابات نقابه المحامين إحنا ما كناش بننتخب نقيبا للمحامين فقط. إحنا نزلنا كجمعية مم. عمومية انتخبنا 29 شخص. طيب. تمام جمعية عمومية. 29 شخص. شخص وعلى رأسهم النقيب. أنا هقول لحضرتك، منهم 28 عضو مجلس مم. وال29 ده اللي هو السيد النقيب العام. تمام. طيب. طيب. طبعا شك... تشكل مجلس نقابة المحامين. معروف مجلس نقابة المحامين وقانون المحاماة قال إيه هي اختصاصات مجلس نقابة المحامين. طيب لما تشكل المجلس ده فوجئنا منذ بدايه عصر الاستاذ النقيب رجائي عطيه والى الان بقرارات منفردة فردي. من النقيب دون الرجوع لمجلسه اه قرارات فرديه اه فرديه آه بياخدها يعني لوحده دون الرجوع يعني بتتصدموا او بتلاقوا مره واحده القرار طلع وحتى ما كانش فيه نقاش عن ليه قبل كده في حاجه اه لا في حاجه كمان آه بس آه حضرتك كمل هقول لحضرتك دلوقتي قانون المحاماه بيقول ايه ما هو قانون المحاماه ده هو الدستور او القانون اللي بيحكمنا أكيد كنقابه محامين أكيد قانون المحاماه بيقول ايه في الماده 139 منه بيقول ان مجلس النقابه يجب ان يجتمع اجتماعا دوريا كل 15 يوم على الاقل على انا عايز حضرتك تاخدي بالك من على الاقل يعني يعني مرتين شهريا الله ينور عليك تمام. يعني اذا المشرع لما وضع الماده دي وضعها لانه كان يعلم ان نقابه المحامين وان اعمال المحاماه بتحتاج الاجتماع الدوري وقال ايه على الاقل كل 15 يوم على الاقل طيب, طيب مين اللي بيدعو للاجتماع ده بيدعو ليه النقيب؟, النقيب العام طيب. بيدعو اعضاء مجلسه اللي هم ال 28 اللي قلنا عليهم طيب. طيب لو حسبنا دلوقتي طبقا لنص الماده اللي انا قلتها الماده 139 من قانون المحاماه كل 15 يوم على الاقل احنا بقالنا سنه يعني كان المفروض يجتمعوا 15 يوم يعني مرتين في الشهر يعني 24, 24 مره مره تقريبا لحد دلوقتي تقريبا سنه اه تقدري حضرتك تقولي لي هم اجتمعوا كام مره؟ اجتمعوا عند حضرتك اربع مرات فقط لا غير اربع شهور من اول ما تم انتخاب النقيب العام ومجلسه في 18 مارس 2020 لغايه اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي اجتمعوا اربع مرات فقط لا طيب وللاسف كمان الاربع مرات لم يناقشوا فيها اي مشاكل تخص نقابه المحامين، ولم يناقشوا فيها اي مشاكل تخص المحامين رغم كثرتها. ده هم اجتمعوا اربع مرات، مرتين منهم كانوا بيشكلوا هيئه مكتب نقابه المحامين ومره الدمج للجمعيه العموميه لدمج النقابات الفرعيه، مهم. والمره الرابعه الدعوه لانتخابات النقابات الفرعيه. طب مهم. فين؟ لا طب ما هو فعلا بجد يعني حضرتك قلت ان انتوا انتخبتوا سياده نقيب نقيب ومجلس بالظبط نقيب ومجلس عشان يجتمعوا طبقا لنص قانون المحاماه عشان يناقشوا مشاكل, مشاكل المحامين, المحامين. أكيد. ويوجدوا حلول ليها تمام. صح تمام. ويتخذوا قرارات بشان هذه المشاكل أه. في حاجه عايزه بس اا نقوليها <applause> قبل ما نعدي النقطه دي ان بقت يعني احنا زي ما اتفضل الاستاذ حازم ونوه ان احنا انتخبنا 29 مش واحد بس طبعا أكيد. اه وليهم كل الاحترام للجميع آه. احنا وصلنا للحال ان اعضاء النقابه ال 28 آه. هم اللي بيحتاجوا دعم المحامين دعم الجمعيه العموميه بمعنى انا بمعنى. كمحامي في جمعيه عموميه عضو في النقابه انا بنتخب اعضاء النقابه عشان لما يبقى عندي مشكله الجا للعضو النقابه بتاعي يقف جنبي احنا وصلنا ان عضو النقابه هو اللي بيتعرض للتحقيق هو اللي بتحل التحقيق بدون سبب عضو عضو يعني عضو مجلس, عضو مجلس, مجلس النقابه عضو اللي انا انتخبته يعني مش عضو عادي لا 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 محامي لا, لا, لا عام مجلس فرعي مش, 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 آه مش اه مش مش كمان آه لا العضو العام عضو النقابه العام عضو النقابه العامه هو اللي بتحل التحقيق وهو اللي بيطلب دعم المحاميين طب انا كمحامي او بالذات خصوصا المحامين اللي لسه صغيرين او لسه أيوة طبعا لسه آه لما انا الاقي الرمز الرمز بتاعي او اللي انا نزلت انتخبته هو, هو اللي بيتحل التحقيق وهو اللي بيطلب دعمي آه بيطلب ان احنا نقف جنبه آه في في وضع زي ده مشكله ما او هو اللي بيطلب دعمنا هو اللي بيطلب دعمنا دعم اه بيطلب دعم الجمعيه العموميه اللي هي انتخبته اللي هي لا اصلا احنا محت... احنا انتخبناك عشان تبقى في ظهر كل محامي دي اول حاجه اعضاء العامه نفسهم او اعضاء مجلس النقابه هم آه حاليا اللي بيشتكوا من الاداء اللي بيحصل جوه النقابه نفسهم يشتغلوا احنا ما بنقعدش مع اي عضو نقابه غير انا نفسي اعمل حاجه انا انا حاسس ان انا تاريخي هيتمحي انا مش عارف اعمل حاجه في الاول وفي الاخر يا نقابه المحامين هو بيتكم بالظبط بيتكم يعني بالزبط. زي ما انا عايز ارتب بيتي وعايز بيتي يكون كويس وعايز اكون مرتاح فيه عايز الاقي فيه كل رغباتي كل نقابه بتبقى مسؤوله عن ده ده غير ان كل ده بيحصل على عام تاني هنرجع تاني ان بقى كله على الفيس لا هو في سؤال عندي الفيس. على السوشيال ميديا آه. بس هنخليه للاخر آه. بس هتكلم بس مع حضرتك يا استاذ محمد أيوة عن آه قبل الانتخابات كان في عوده المشتغلين او مش عوده غير يعني عوده المشتغلين, المشتغلين ايوه الكلام ده كان في مع او ضد ناس موافقه وناس مش موافقه وتفضل سياده النقيب أنه هو طلع في حلقه من الحلقات في برنامج من البرامج وتكلم عن عوده الغير مشتغلين باجراءاتها وحضرتك انت لسه بتتكلم معايا ان في موضوع ما يخص حضرتك وحضرتك قايم بدعوى او بمحضر ايا كان ضد حد معين أه، تفهمنا الموضوع ده نتكلم وهل فعلا في صالح نقابه المحامين عوده الغير مشتغلين هو طبعا ملف عوده المزالين مه. الغير مشتغلين طبعا ده ملف شائك جدا داخل نقابه المحامين اكيد احنا فوجئنا بعوده اعداد كبيره من المزالين الى صفوف الجمعيه العموميه مه. طبعا هو خلينا نتكلم على ارض الواقع الناس دي خلاص دلوقتي اكتسبت الصفه القانونيه فما نقدرش نتكلم فيها دي انما احنا بنتكلم في جزئيه ثانيه الغير مشتغلين والمزالين النهارده اولا لم يعودوا بالرسوم المقرره قانونا واحنا لو هنبص للجزئيه دي دي تعتبر فيها شبهه اهدار للمال العام لسه كنت هقول لحضرتك انا لما تبقى النقابه بتاعتي بتغطي احتياجات عدد معين بالزبط. غير لما العدد ده يكبر جدا يبقى اكيد ده اهدار للمال العام بالظبط كده النهارده المفروض من ضمن الضوابط الغير الغير مشتغلين او المزالين في في حاله عودتهم مفيش تقديم ادله اشتغال بتتشال السنوات دي منهم من برنامج الرعايه الصحيه تمام لا الكلام ده ما حصلش طب انا النهارده لما ارجع الغير مشتغل هو وهنفترض معاه أه واحد زوجته واثنين ابناء يعني بنتكلم في اربعه تمام تكلفه العلاج للاربعه على الواحد بس كام على النقابه قيسيها على الاعداد اللي رجعت نضرب بقى الاعداد اللي هي رجعت من بعد اللي انت في كمان ايه قيسيها كمان على ايه ان هو مش مشتغل يعني مش هيدخل للنقابة دخل هو ده اللي ده هو, دلنا. هو دلنا. دلنا. أنا, دلنا. أنا, كده. عايزة انا بنزل أتكلم بدفع بدفع رسوم طبعًا. وبدفع دمغات وبروح وبدخل و... و... أيوة فلوس وفي قرارات وفي حاجات نزلت كل ورقه انا, آه. أنا بدخل بيسدد آه. المحكمه دلنا. او لغسينة الدوله او مبلغ ما آه. طالما انا ما بقومش برفع دعاوى او دعاوى او رفع قضايا بالظبط كده دخل انا ما بدخلش لا للنقابه ولا للدوله من نفس من نفس المنطلق ده احنا بنقول ان عوده المزالين دي فيها خطر كبير جدا على نقابه المحامين مبدئيا المزال ده هو بيدخل ايه لنقابه المحامين ما بيدخلش اي حاجه انا كمحامي مشتغل بنزل كل يوم المحكمه بتعب وبعرق بدخل دخل لنقابه المحامين عباره عن دماغات بشتريها بتورد فلوسها لنقابه المحامين عباره عن اتعاب محاماه كل ده انا بعمله كمحامي مشتغل مش من العدل ومش من الانصاف ان هو يجي في النهايه وهو غير مشتغل ويقاسمني في علاجي وفي معاشي بنفس الاحقيات لحضرتك حضرتك مع النقابه ب يعني بتامن كدواء وحاجات ترفيهيه وحاجات تانية كتير قوي فانا لما ما اكونش بدخل حاجه, حاجة العلاج والمعاش اللي احنا لسه واقفين عنده لغايه مهمين بالنسبه للمحامين وبعدين المهلمين. هقول لحضرتك عنده. على حاجه انا برضو يعني هشير لنقطه قالها استاذ محمد اللي هي شبهة إهدار المال العام النهاردة أنا بتكلم قانون المادة 167 من قانون المحاماة بتقول إيه؟ بتقول إن المزال ده هو لما يرجع تاني لجداول المشتغلين في النقابة لابد أن تؤخذ منه رسوم الرسوم دي خلاف رسوم النقل والإعادة الرسوم دي بتختلف على حسب سنه على حسب مدة بعده عن النقابة وعن ممارسة المحاماة طيب انت النهاردة لما بتيجي ترجع لي المزالين بلا ضوابط بلا ضوابط طيب. وفي نفس الوقت ما بتحصلش منهم الرسوم اللي نص عليها قانون المحاماة وما بتاخدش منهم غير ال 1400 جنيه اللي هي رسوم النقل والإعادة يبقى انت كده بتمنع فلوس عن نقابة المحامين طب ما ده اقتراح كويس جدا يا فندم يعني دلوقتي المبتع اللي بعيد عن مجال المحاماه نشوف السنين مثلا يا اللي هو فندم هو حضرتك, حضرتك, علامة حضرتك علامة احنا قال ده. اعضاء جمعيه عموميه زينا زي كل محامين مصر تمام آه تفتكر ان احنا ممكن آه باقتراح حل المشكله آه معالي النقيب وليه كل الاحترام هياخد بيها حضرتك اعضاء مجلس النقابه العامه مش عارفين آه يجتمعوا او يقولوا رايهم النقيب رأيوه. هو اب لكل اعضاء طبعا المفروض هو طبعًا المفروض طبعًا يعني طبعًا احنا كنا بنتمنى ده لا لا احنا كنا احنا كنا بنتمنى هو, هو وكيل عنا بالظبط كده ايا كان, النقيب. يعني أي كان نقيب ايا كان مش محاماه بس هو دور النقيب هو يكون اب لكل اعضاء بالزبط. يسمع اقتراحاتهم بصي هقول يحل شكواهم يقدم لهم هي دي اللي احنا نفسنا فيها يعني احنا كلنا حق بصي مؤيد او معارض انا كمحامي سواء ايدته او كنت بعارضه بس هو خلاص النقيب العام ليه طبعاً الاحترام والتقدير بالظبط كده وواجهتنا وقدوتنا وكل حاجه بس في حاجه آه قرارات منفرده آه كل اللي بيحصل ان احنا حاسين ان احنا في قلعه وهو في قلعه تانية خالص او احنا في جزيره وهو في مكان تاني خالص احنا كان نفسنا يبقى الامور ابسط من كده كان نفسنا يعني هقول لك حاجه مثلا آه واحنا يعني يمكن الحلقه دي تكون رساله منه دعوه حب مننا ليه ان هو يقرب لابنائه او يقرب للجمعيه العموميه ان احنا كانت بتحصل حاجات كده بتوجعنا مم. يعني احنا كان نفسنا يبقى في تغيير زي ما هو كان حابب يعمل مم. يعني احنا كان في فتره من الفترات جه كان في يوم مثلا آه بسبب كورونا احنا بقينا كل ساعه في يوم واحد آه محامي ينزل نعيه توفى كلهم شباب الله يرحمهم صح فيو... لا اليوم لا ده يوم يوم كان في 8 محامين لا اليوم ده كان 11 محامي حضرتك عزيت نقابه المحامين شخصيا اليوم على اليوم ده بالخصوص كان في حدو... لغايه الساعه 10 بالليل كان 11 محامي احنا كلنا بنعزي بعض سواء اللي بينزل نعي او اللي قريبه او اللي زميله او اللي كان لسه موجود معاه واحنا اتفاجئنا ان بالليل النقيب العام بينزل بيسمع اغنيه على صفحته اغنيه لام كلثوم فوجعتنا ما عزاش حد مم. طيب. يعني احنا نفسنا نحس ان احنا مسنودين نحس ده عزاء يعني طب أنا اليوم ده كان صعب انا حضرتك اليوم ده صعب اتفضلي والسؤال لحضراتكم كمان بس انا قبل استسمع حضرتك قبل اتفضل. ما تسالي السؤال الجاي انا بس عندي نقطه صغيره قوي ده هو سؤال في كلمه ونص اه يا في الإز... في موضوع المزالين طب اتفضل. نقطه صغيره اتفضل اه انا بعتبر ان عوده المزالين دي بتضرب مشروع التنقيه مشروع التنقية الجداول ده أنا على المستوى الشخصي كمحامي مشتغل بعتبره من أهم وأروع الإنجازات التي تمت داخل نقابة المحامين منذ نشأتها 1912 حتى الآن فأنا النهاردة ما بقاش بنقي الجداول صعب وتيجي أنت حضرتك بقرارات تفتح تفتحلي تفتح كل الجداول مشتغلين على غير مشتغلين طيب سؤال لحضرتك مهم عارفه حضرتك قبل السؤال الثاني اللي انا كنت فبل اساله فبل حضرتك بس هو انا خدته من كلام حضرتك يا فندم ايه القانون او ايه الاليه اللي انا كمحامي اقدر اعترض بيها ما هو على إيه؟ قرارات منفرده طلع طعون اللي كنت بنقدمها بقول لحضرتك فندم. على حاجه دي ممكن يفهمها بس الاساتذه المحامين اللي بيتفرجوا علينا احنا وصل بينا الحال ان احنا قلنا ان الدوره دي او السنه دي هي سنه الطعون يعني <applause> ايه قرار يصدر من النقيب العام يطعن عليه في مجلس الدوله او امام محكمه القضاء يعني الإداري. كده قدامه كده قدامه كده, كده. ويتلغي يصدر أيدي. يتلغي يصدر يتلغي يا جماعه طب ازاي يا فندم قا... يعني نقابه, نقابة قويه فيها نقابة كل هذا التخبط يا فندم ده احنا في كارثه في كارثه عندنا في قانون المحاماه باب كامل اسمه اكاديميه المحاماه تمام النهارده ده نص عليها القانون من بدايه الماده 230 في القانون 147 لسنه 2019 معدل قانون المحاماه تمام القانون انشا اكاديميه المحاماه وخلاها شرط للقيد في نقابه المحامين يعني من, لازم بداية أنا واحد من, آه. من بدايه 1 يناير 2021 علشان خاطر اكون مقيد في النقابه ده من بدايه 1 1 2021 تمام النقيب العام فوجئنا بيه ان في 8 يوليو 2020 قام بارسال خطابين واحد لرئيس مجلس النواب م -م. والتاني آه لرئيس مجلس الوزراء بيطالبهم بالغاء موضوع الاكاديميه لانه غير دستوري طب ازاي اذا كانت قانون في نص عليه يا فندم يعني طب كان في رد من الحكومه عليه انه مه. بعد البحث توافق مشروع قانون الاكاديميه مع الدستور فوجئنا به مره تانيه ان هو طلع السيد النقيب العام بلسانه في احد جلسات حلف اليمين قال بنفس اللفظ على جثتي يتطبق موضوع الاكاديميه. ودي كانت بنفس صراحة. اللفظ يعني كانت حاجه صعبه احنا جدا يعني, يعني النقيب العام احنا بناخذ من سيادتكم الكلام دي انا عايز الكلمات في موضوع و... الاكاديميه هقول لحضرتك فقط. على حاجه مهمه جدا. طيب احنا فقط. امام كارثه كارثه بمعنى كلمه كارثه، ايه هي الكارثه؟ زي ما تفضل الاستاذ محمد وقال انه ابتداءا من 1 يناير 2021 لابد ان الشخص الحاصل على لسان حقوق ده اللي جاي يقيد في نقابه المحامين مه. لازم الاول يكون عدى على اكاديميه المحاماه ده طبقا لنص القانون بالظبط طيب. كده تمام. انت النهارده في ناس من واحد, واحد عشرين واحد وعشرين حلفوا اليمين وانضموا لنقابة المحامين بدون المرور على الأكاديمية. على الأكاديمية. طيب. طيب, طيب يطعن ما هو حضرتك لما يطعن لما على. مع أنا حضرتك ما أنا كده حضرتك عندي غير دستوري. يعني أنا عندي تعيين. غير قانوني. حد غير, قانوني, غير, قانوني غير قانوني. سوري غير قانوني. يعني أنا دلوقتي بضرب بقانون المحاماة عرض الحائط. الله ينور عليك يعني, يبقى يعني, يعني طيب 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 كده الناس دي صح. بعد ما تنضم لنقابه المحامين طيب. لو اطعن على انضمامهم لنقابه المحامين لانه خالف القانون خالف شرط القانون ما حاجه برده هم ما دوله القانون يعني هم برده هم طلعوا من النقابه هم ما ذنبهمش حاجه بس تم وضعهم في هذا الاطار بسبب قرارات منفردة مخالفة للقانون النهارده ده قانون يعني ماده استحدثت في القانون إحنا. النهارده حضرتك يا معالي النقيب تمام مصر على الغائها بدون اي ضوابط اطعن عليها في ع... آ... بعدم الدستوريه لكن و... لما يصدر حكم لما يصدر عدم دستوريه, أطبعًا دستورية. أطبعًا انما النهارده احنا مجبرين على تطبيقها انا هقول لحضرتك حاجه النهارده شباب المحامين اللي لسه بيتخرجوا من كليات الحقوق لما يلاقوا نقيب المحامين اللي هو الرمز والقدوه والاب و و و, -و, -و الى اخره بيهدر بيهدر نصوص القانون يبقى مطلوب منهم يحترموا القانون ازاي طبعا اكيد ما ينفعش لا يا في اكتر من كده احنا برضو يعني نتمنى ان ده كل ده يتصلح يعني آه اكيد الحلقه دي آه. وان احنا بنوجه له دعوه احنا لا آه. يعني احنا, إحنا بنتمنى. دعوة دعوه شخصيه ودعوه من ابناء للاب زي نقيب المحامين بنتمنى دعوه ابناء حضرتك المستشارين المحامين المحترمين اللي كلنا بنكن لهم كل الاجلال والتقدير والاحترام المحامي يدافع عن حقوق الناس لازم نسمعه لازم نشوف هو عاوز ايه ونديه هو اولى هي يعني هو المشكله ان احنا اللي خلى يعني احنا طبعا سعداء بدعوه حضرتك طبعا شكتب. جدا آه وكنا زي ما بيقول احنا آه حابين ان موضوعنا او مشاكلنا تبقى جوه بيتنا نقلتيني للسؤال اللي آه. جاي تبقى جوه بيتنا ميديا مش ما هي بيسوك. دي اه هي دي. ليه فعلا الفترة الأخيرة من يعني من احنا ما كناش حابين ساح... السنة اللي فاتت كان في انتخابات وكان آه. في لايفات وكان في مشاكل وكان في ما علينا احنا خلاص خلاص آه. وصلنا خلاص احنا اه بس كان بقى كان في وضع ثابت وفي سكة محايدة احنا كملنا في وضع يا فندم ان كل ما يصار احنا أو كل ما, كناش... ما يقوم ما... مش حابين. داخل النقابة يطلع السوشيال ميديا احنا مش حابين غير حالات لا 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 اه احنا مش وما كناش حابين ان احنا نبقى على العام كده آه النقابه فيها كذا النقيب فيه كذا الاعضاء النقابه لاساتذتنا الكرام اللي, اللي تلاقي عضو نقابه حد محترم جدا وتحويل للتحقيق احنا بنزعل دي حاجه فبس للاسف احنا مضطرين ولو في حتى حد بيتحول للتحقيق ده بيتعلن على السوشيال ميديا المفروض ان دي مساله نقابيه يعني انا ما حضرتك انت جوه انت اداره م. انا ما وانا بحيلك او بيبقى في اي اجراء ان انا اروح منزلاها واقول فلان الفلاني للعام لا 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 مش كده للعام ده أيوة. ده دا دا راجل ومحامي وعضو نقابه وليه موكلين انا مو... ولي كمواطنه انا كموكله أنا... ازاي المحامي انا مطلوب اللي اللي يجي يدافع عني انا بدخل مكان أيوة. اه ويقول وأكون آه بتكلم فاكون بتكلم والله كان لسه قريب موقف مم. حد قال لي اه شوفوا النقيب في الضرايب بقول له ازاي كذا وبنتكلم في موضوع الضرايب ده ده قصه طويله فقال لي انتوا جايين تتكلموا معانا شوف اللي بيحصل لكم هناك وشوفوا هتاخدوا حقكم ازاي الاول حاجات كده كلام يا بيوجع كرامه المحامي كل... لا من... احنا الحمد لله م... م... كل محامي نقابل لوحده احنا و... يعني الحمد لله ايوه م... اصحاب م... ردود الحق طبعا مش هن... مش هنقبل ولا اي حاجه ان احنا نقول مش قادرين ناخد حقنا ولا نقدر لا احنا بناخد حقنا كويس بس احنا بنتكلم في النقابه اه هي لا الاساس اه حته عرض المشكله للعام بقى عشان وهسيب الزملاء يكملوا ان آه نقيب العام ليه كل الاحترام طبعا آه 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 عرضه لكل مشاكلنا الناس كلها بتشوفه <applause> انا اسفه آه وهو يعني حضرته هو ممكن ايه المفروض ان هو كاب وكاستاذ حتى قانون وزميل طبعاً كان أو طبعا 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 المفروض يطلق عليه الفقيه لما آه يكون في مشكله عند حد أو في حتى لو في حد حصل منه أي تجاوز إن هو يحتضن دوت، إن ما ينفعش ما ينفعش يعني مثلا فرضا كان في رحلة آه رحلة تبع النقابة؟ تبع النقابة وكان المحامين طالعين يا مش يعني رحلة, يعني رحلة مش تبع النقابة لأ, أيوة لا 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 آه لا لا رحلة رحلة آه كل اللي حصل الرحلة طالعين فيها محامين أيا كان يعني عملناها أحد أعضاء ما قادرة اتفاجئنا بس أنه ان هو بي بي يعني بيسب بي كل اللي راحوا وبيتكلم بي ان هم الراقصات والراقصين ورقص على على, و... على, آه على آه أنا شفت محامين على الصفحة شخصية؟ لا على صفحة, يعني صفحة لا لا على الموقع بالزبط بالزبط على على موقع على موقع على الرسمي لنقابة انا على 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 يا فندم ما لو في مشكلة يا فندم طب ما هي ما فيش أنت أب أيوة أنت أب أجمع ولادك وحصل بالظبط وبعدين ما فيش مشكلة حضرتك دي رحلة وكانوا بالزبط. شباب رايحين ومفيش وما فيش وما حصلش أي تج... يعني ما حصلش بيها المشكلة اللي توصل خليها حصلت اتفضل <applause> أنا كواحد أنا مش, محام... مش محامية وشفت نقيب ايوه طبعا المحنين. اكيد انا هتضايق انا مشهد مش كويس للمحامين طبعا وبعدين يعني انا مش إن متساهل انا الموقع الرسمي لنقابه المحامين اه ده اكتر من بس بص بصي احنا هنقول حاجه اتفضل طالما دخلنا في موضوع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فاحنا دلوقتي بنثير نقطه حساسه جدا ما هي نافذه من هقول حضرتك من من النوافذ زي بالضبط وإحنا طالعين على الهوا دلوقتي هقول لحضرتك وتداعياتها غايه في السوء طبعا غايه في السوق طبعا ليه؟ لان الصراع ده اللي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو الذي اضر بهيبه المحاماه يبقى السؤال اللي هترد حضرتك عليا المحامي كرامته مصانه ام مش مصانه؟ لا بصي هو السؤال مع احترامي لحضرتك هو السؤال مش كده ليه؟ هو المحامي زي ما قالت الاستاذه زينب المحامي بيقدر يحافظ المحامي على كرامته في اي مكان يتواجد فيه كويس لكن احنا طالما اثرنا مشكله ما يحدث داخل نقابه المحامين بيبقى مرئي للكفه وللاسف على المواقع الرسميه الخاصه بنقابه المحامين فده بيقلل من قدر النقابه وقيمتها امام المجتمع ليه؟ لان التناحر ده والتلاسن ده للاسف بيحدث بين زملاء ابناء مهنه واحده يقال عنهم انهم مثقفي مصر احنا بنتعلم من سيادتكم ما انا ما انا هقول لحضرتك يعني في القانون وفي ترتيب الكلمات المجتمع وفي نفسه المجتمع من نفسه سياداتكم. يأبى يأبى ان هو يشوف المحامين بيتنبذوا بهذه الالفاظ على صفحات التواصل الاجتماعي تمام آه للاسف يا استاذه اميره احنا بنستدعي المشهد الانتخابي دي حقيقه لا ينكرها احد احنا بنستدعي المشهد الانتخابي اللي المفروض ان هو انتهى بنهايه نتيجه الصندوق وكل والطبعا والصندوق والكل, احترم اراده الجمعيه لحضرتك انا واحد من الناس اللي دفعت عن النقيب الاستاذ رجائي عطيه وكنت في ظهره في انتخابات 2020 لكن ان احنا ننقل مشاكلنا كده اهو ونصدرها للمجتمع كله فدي مشكله ليه مشكله النهارده مع احترامي ليكي انا لما اجي كمحامي انا اعتقدت, اعتقدت ان السيد نقيب المحامين والقيادات النقابيه هيحتووا الامر ده المفروض ان هم يحتووا هذا الامر اسمحي لي بس مش ان السيد نقيب المحامين يكون طرف في هذا الامر ويكون داعما ومساندا له سياده النقيب العام خرج في يوم من الايام ليطلب من انصاره ومؤيديه أن يهاجموا زملائهم عشان الزملاء دول بينتقدوا أداء النقابي لا زي أنه, زي منطق كده؟ 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 أنه منطق يقول كده يقول كده لأن ما حد أعلى وكبير عن نقد بالظبط كده دي أول حاجة تاني حاجة, 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 حاجة أنا ما ينفعش أضرب الفتنة أو أخلي الله إن باب لا باب باب أنا كده أنا كدا رأيك أنا أنا كده <applause> احنا ما عندناش مشكلة في حرية اللي انت بتحب مين او بتأيد مين او بتعارض مين احنا كلنا زملاء احنا مش ممكن نخسر بعض ولا يمكن اخسر زميل عشان خاطر انتماء وليه كل الاحترام في اختلاف وجهات النظر ولينا زمايل كتير معيدين لي واصدقائنا لكن انا فاهمه في... انا دلوقتي بتكلم في لكن دلوقتي بقينا اعداء في, في محبه يعني لا 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 في في لا لا في المحامين بقينا تصنفنا نقابه المحامين يا فندم آه ليه ده كله حاصل لان احنا بنشوف زي ما شو احنا دخلنا في حرب احنا احنا خلينا نحارب حرب احنا نحل الموضوع ده ازاي يا احنا بنطلب من النقابه وسياده النقيب على راسنا من فوق ولكن له كل الاحترام والتقدير لان هو زي ما قلنا ان هو اب هو الراس العليا لنقابه المحامين تمام يا فندم احنا كنا يعني بنتمنى من السيد النقيب العام اولا المشاكل دي خاصه بالمحامين ده احنا كمان في كارثه اكتر من ده كله ده احنا فوجئنا ان اسره السيد النقيب العام بتهاجم المحامين لا يا فندم بص هو الـ 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 احنا دلوقتي بنتكلم احنا لا لا لا, لا 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 لا, 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 لا كل الناس لا احنا بنتكلم, لا لا بنتكلم لا على على التواصل, التواصل الاجتماعي دي حاجات مظبوطه حضرتك معانا آه يعني انا يعني انا مثلا اه اتفضل النهارده مثلا في ظل جائحه كورونا لما المحامين كانوا بينادوا تمام ب وقوف النقابه مع المحامين في ظل هذه الجائحه فوجئنا هستأذن حضرتك هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام استمروا معانا رجعنا لكم تاني ومكملين معاكم حلقتنا بكلمات نهائية وأخيرة للمطالبات من سيادة المحامين للنقابة اللي هو بيتهم اتفضلي حضرتك يا سياده المستشار تحبي تطلبي ايه آه والله يا انا كل يعني كل طلبي ان احنا نبقى كلنا ايد واحده كل زمايلنا وان المجلس يبقى عنده الاتاحه ان هو يشتغل آه وبالتعاون طبعا مع النقيب العام واحنا برضو بنوجه ليه لرساله ان ان احنا نفسنا مشاكلنا تبقى جوه نقابتنا آه ما تبقاش على العلن يعني في كل النقابات احنا ما بنشوفش آه مشاكل النقابه على على السوشيال ميديا بزبط احنا فعلا ما بنشوفش الكلام ده واحنا ب... اعلاميين ولا آه اطباء ولا اي حد واحنا كل هو ده اللي احنا عايزينه واحنا وراه واحنا وراه في ظهره في اي حاجه ومع زمايلنا اه وما عندناش اي مشكله آه سريعا كده بالنسبه للمزالين او اللي هم العائدين من الزوال آه احنا برده عشان بقت في حرب كأني في عداوه بيننا وبينهم حضرات حضراتكم قننتوا اوضاعكم واصبحتوا زملاء لينا ومفيش اي مشكله مشكله بالنسبه لوضعكم مع النقيب الحالي او مع اي نقيب جاي و... وبنتمنى التوفيق للجميع شكرا المستشار أه محمد طيب والله بصي هو طبعا انا في رساله حملت بها من نقابة محامين الأقصر وبالتحديد من السيد جبريل العمدة أمين عام نقابة محامين الأقصر نقابة محامين الأقصر بالنسبة لي هي النقابة الفرعية الأم لأن أنا محسوب عليها على جمعيتها العمومية فطبعا الموضوع ده يهمني طبعا في كارثة بالنسبة للمحامين أن سيستم العلاج واقف آه انا بس مشكلتي ان انا فعلا وقتي خلص مني واحنا محتاجين حلقات اكتر واكتر رساله اخيره لحضرتك احنا بنطالب السيد النقيب احنا النهارده برنامج العلاج ده ده حق لكل محامي وليس منا فياليت لازم يكون في حلول فوريه وجذريه لهذا الموضوع لان المحامين انا النهارده محامي مشتغل مسدد لجميع اشتراكاتي من حق العلاج سياده المستشار حازم اتفضل أه هنقول عام مضى واخطاء كثيره وقرارات كارثيه كادت ان تهدم نقابه المحامين معالي النقيب العام عليك ان تخرج لجموع المحامين لتقول لهم ان المناصب زائلة وان الزماله هي الباقيه طبعا اكيد سيدي النقيب نقابه المحامين في حاله من الضياع والتوهان أكيد. فالى اين نحن ذاهبون اكيد في نهاية حلقتنا بشكركم جدا لتشريفكم المستشارة زينب الديب والمستشار حازم البكري والمستشار محمد عبد الفتاح طايع المحامين بالاستئناف العالي ومجلس الدولة واعضاء اتحاد المحامين العرب. في نهاية حلقتنا بشكركم مشاهدينا الكرام وبشكر جدا فريق الاعداد برئاسة الاستاذة ايمان عمران وبشكر مخرجنا استاذ محمد الكلاني وبشكركم مشاهدينا الكرام وبوجه الشكر مرة تانية للمستشارة زينب نديب صديقتي وأختي وباذن الله صوتنا يوصل للجميع. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، كنت معكم أميرة يحيى وانتظروني في حلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الأميرة ولسه مستمرة معاكم، وفتحت ملف نقابة المحامين ومش هقفله وهستقبل كل طلباتكم ومشاكلكم، تحياتي أميرة يحيى، إلى اللقاء.